السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ منورين ومشرفين. يا رب تكون في احسن حال يا رب، وصحة ربنا يبارك في عمركم جميعا. بتبسط او من تعليقاتكم بتجيلي تعليقات جميلة جدا بتبسطني. بس قبل بقى ما نقول الفيديو بتاعنا النهارده، اللي ما اشتركش في القناه يشترك، فعل زر الجرس، زر لايكات كتير عشان فيديوهاتنا تكبر وقناتنا تكبر. بصوا والله العظيم ثلاثه البط بتاعي ده تربيج، وانا باكلهم اقسم بالله كتير، وبرضه هما كده يعني مش فاهمه ايه يعني اعمل ايه، يعني اذبح لهم بطايه مثلا ياكلوها يعني مش عارفه. المهم عندنا فيديو النهارده. خد عشان بس ايه تبعدوا عني شويه. عندنا فيديو النهارده يا جماعه رائع جدا جدا ومفيد جدا، واحنا بنغفل عنه، وحاجات موجوده وبنرميها والله والله في الزباله، لكنها ليها فايده لا تتخيلوها. ودي من الحاجات اللي احنا بنزعل، يعني بزعل قوي قوي لما بتحصل. بس بقى عايزين لايكات كتير، عايزين فيديوهات توصل، عشان انا عندي حاجات مفيده جدا جدا هقولها لكم باذن الله، وتفيد طيوركم يا رب. عندي في حاجه يا جماعه مفيده قوي 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 على فكره، بتضاف للعلف. هي مش مفيده بس، هي فيها قيمه غذائيه عاليه جدا للطيور بتاعتنا، وكمان يعني هتريحك من ان انت تجيب اي حاجه كيماويه، يعني عقاقير ولا اي حاجه فيها فيتامينات تشتريها تحطها لهم. اولا هي فيها فيتامين سي وفيتامين اي، وفيتامين سي انتوا عارفين من الحاجات المهمه جدا علشان البرد، ومقويه قوي 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 للعظم. يعني الحاجه اللي هقول لكم عليها دي حاجه مفيده جدا، هي مضاده للبكتيريا. يعني اي بكتيريا تصيب الانسان لا هي بتتصدى ليها، يعني حاجه رهيبه رهيبه رهيبه. كمان هي على فكره صدقوا، عايز اقول لكم على حاجه كمان، اللي انا اقوله لكم ده هو كمان مش مفيد للاسف للحيوانات بس، هو مفيد للبني ادمين. بس احنا بتاخدنا العظمه والجلاله كده، وايه لا 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 عيب، ما ينفعش اكل الحاجه دي، لا ما ينفعش كذا، في حين لو قريت عنها وسمعت وعرفت الفيتامينات اللي فيها اقسم بالله ما هتبطل اكلها. الحاجه اللي هقول لكم عليها دي اللي انا هشوقكم ليها، الحاجه القيمه دي، اتمنى تتابعوا الفيديو للنهايه. الحاجه دي عارف للبني ادم بتعمل له ايه؟ بتقيم الامراض السرطان. عارفين سرطان ايه؟ يعني عارفين انواع السرطانات طبعا اللي بتصيب، اعوذ بالله، ربنا يا رب يبعد عن الجميع الشر. سرطان الرئة، بص الحاجة البسيطة اللي بتترمي في الزبالة دي بتقي الإنسان من سرطان الرئة وسرطان القولون والثدي والدماغ والحبل الشوكي. شوفوا أكتر من كده، بصوا العظمة الإلهية. بصوا حبايبي، ربنا يا رب يديكوا ألف صحة وعافية ويبارك لي فيكوا وفي عمركم. بصوا الحاجة البسيطة دي اللي انتوا بترموها في الزبالة وانت ماشي في الشارع بتلاقيها قدامك مرمية، وده الموسم بتاعها ومنتشرة جدا، بتاكل الانسان من ايه؟ ده كمان ايه؟ ده مفيدة كمان للبني ادم لقلبه، يعني كمان مفيدة لقلب البني ادم. واهم حاجة على فكرة عارفين كمان بتاكل الانسان من ايه؟ والله من الزهايمر، بتمنع عنه خطر الاصابه بالزهايمر. وانتوا عارفين ان مرض الزهايمر ده مرض للاسف فظيع، يعني ملوش علاج، يعني نادرا ما تلاقي له علاج لو هو اتمكن من الانسان. بصوا كل الحاجات دي يعني بتقي الانسان من امراض سرطانيه، وبتقي من الزهايمر، ومفيده جدا لقلب البني ادم. تخيلوا لما تكون هي قويه قوي 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 كده، طب هي بقى للبني ادم للحيوانات هتبقى ايه؟ ده هتبقى بقى قنبله، هي دي القنبله بقى يا جماعه. مفيده للحيوان جدا 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 قلت لكم، لان هي ليها قيمه غذائيه عاليه. طب اقول لكم عليها بقى، كفايه عليا كده تشويق ليها يعني. بصوا بصوا بصوا
قشر المانجا. قشر المانجا، بصوا قشر المانجا اللي احنا بنرميه في الزباله، هو والبصل، قشر البصل وقشر الثوم. عارفين ده قشر البصل، البصله دي خطيره خطيره، مضاد حيوي رهيب ومغذيه جدا، وبتعالج الانسان من امراض كتيره جدا. تخيلوا بقى قشر المانجا اللي هو الموسم بتاعها دلوقتي، اللي احنا حتى ما بنرضاش نكحتها ونستعيب ونقوم رميناها في الزباله، اهي دي بقى يا جماعه مفيده جدا 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 لكل اللي انا قلت لكم عليه، امراض سرطانيه للانسان، للقلب، مفيده اصلا للحيوان، مغذيه جدا، لها قيمه غذائيه عاليه، فيها فيتامين عالي قوي اللي هو فيتامين سي وفيتامين اي، واللي كلنا بنحتاجه لينا احنا عشان يقينا من امراض البرد والكورونا وكل ده. اعوذ بالله ربنا يفكوا شر المستخبي وما يجيبش اي حاجه وحشه لاي حد يا رب، وعن السامعين كلهم. شفتوا بقى، شفتوا الحاجه البسيطه دي، الحاجه البسيطه دي فيها الفوائد الكتيره دي، الحاجه اللي انت بترميها في الزباله. انتوا عارفين ايه كمان مفيد قوي للبني ادمين واحنا برضو بنرميه؟ طب حتى كمان نحطه للحيوانات، بنستخسر نحطه للحيوانات وبنرميه. عارفين ايه؟ كلف الرمان. كان الدكتور عبد الباسط محمد ربنا يديه الف صحه وعافيه، وده دكتور طب الاعشاب، شرح عن كلف الرمان ده. انا باكله على فكره، من ساعه ما عرفتي منه باكله. لو اقول لكم مفيد جدا جدا للانسان ازاي ولكليته، وفي فيتامينات عاليه جدا اللي احنا بنرميه في الزباله حاليا، هم بينشفوه ويجففوه ويطحنوه ويبيعوه مطحون بودر. كلف الرمان، بصوا الحاجات البسيطه الالهيه اللي احنا اساسا يعني ربنا بعت لنا قيمات غذائيه عاليه، واحنا بنعمل ايه؟ او قشر المانجا ده من الحاجات اللي البني ادم لو كلها هتفيده، بس احنا نقول لا 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 عيب، ما ينفعش كده. حتى كلف البطيخ، على فكره عارفين قشره البطيخ الحته البيضه دي اسمها كلف، الحته البيضه اللي انت بترميها وبتسيب كمان فيها حته من البطيخ، ده نظام الاتيكيت يعني اللي انا ما بعترفش بيه في حاجات كتير. يعني لو تعرفوا فايده ال الحتة البيضة اللي انت بترميها دي، اقسم بالله ما هترميها، كحتها بسنانك وتاكلها. لكن احنا بنستعين، لا 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 عيب، ده من الاتيكيت. لا، على فين اللي هو من الاتيكيت ده مفيد جدا وفي فيتامينات عالية. عارفين ان القشر، قشر حاجات كتيرة جدا احنا بنرميها دي مفيدة، زي قشر الكوسة. المفروض ان انت ما تقشريش الكوسه، المفروض تغسليها حلوه قوي 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 وتاكليها كده. القشر نفسه، الفيتامينات العاليه اصلا في القشر، في قشر البطاطس اللي احنا بنرميه، المفروض تغسليها حلوه قوي 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 وتقومي على بعضيها كده تستخدميها. لكن احنا للاسف في حاجات بنفتقدها، في حاجات ما بنستخدمهاش، بنرميها في الزباله، بس هي من الحاجات المفيده جدا جدا للبني ادمين وللحيوانات. انا بحب اربط لكم الاحداث دي لان الحاجات دي انا بجيب الحاجات اللي في مطبخي، يعني انا مش بجيب حاجه مثلا راح اشتريها مخصوص. لا، مين ما بيشتريش مانجا؟ مين ما بيشتريش بطيخ؟ قشر البطيخ ده فيه فيتامينات عاليه قوي، ما ترميهوش، حطي له تيوتك لتورك ابشريه كده بالمبشره وحطي له الطيور، والله قيمه غذائيه عاليه جدا جدا جدا. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، اكون مش دم تقيل عليكم وتكونوا انتوا بترتاحوا لي. عايزه تقولوا لي كده في التعليقات، يعني والله ما هزعل من رد فعل اي حد، يعني قولوا لي قيموني، يعني انا فعلا بتستفيدوا مني ولا لا، الفيديو بتاعي فيه تقل عليكم ولا لا، لو مثلا في حاجه مضايقاكم مني اتمنى ان انتوا تقولوا لي. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. في حاجات بنرميها والله في الزباله لها قيمه غذائيه عاليه احسن من الادويه 100 مره. اتمنى ان انتوا تستخدموا الحاجات دي لانها مفيده جدا 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 جدا.
اتمنى بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك، عايزين لايكات كتير، عايزين فيديوهاتنا تكبر، عايزه ناس كتير تستفيد منها. ربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.